بزاف اثناء الهضره كي بان الكلام. قبل ما ندخل في صلب الموضوع، احب ان انوه بقوه بالقراءه النابهه التي قام بها اخي وصديقي الاستاذ محمد بن سعيدي، والتي اعتبرها حقيقه وقد استمعت اليها بانتباه وقراتها من قبل، اضاءه مشعه لموضوع هذه الروايه، موضوع هذه الروايه يعني في الفيلم، وخاصه هذه الروايه اللي عدد صفحاتها يعني قارب ال 400 يمكن 353 صفحه. فاعود الى ما كنت قد بدات به في هذا الموضوع النزيله بعد شكر الاستاذ صديقي محمد المسعودي، لاقول ان الامر في هذه الروايه خلافا يمكن للمتوقع، لانه استمعت من قبل وقرات بعض الاضاءات او التعليقات النقديه او المقالات النقديه، وسعت تلك القراءات النقديه الى ربط الرواية ربطا يمكن وثيقا حتى لا أقول متعسفا أو تعسفيا بالأحداث التي نعرفها جميعا والتي جرت وقائعها قبل شحال 81 قبل 35 سنة أو 36 سنة، والمعروفة بثورة الخبز أو سماها وزير الداخلية في تلك المرحلة خبز كوميرا الى اخره، والتي حظيت والتي حظيت حقيقه ويجب ان يقال ذلك في تلك المرحله وفيما بعد بالكثير من المتابعه والتعليق والاهتمام والتوفيق الى حد ما، لانني عندما رجعت الى بعض الامور المتصله باعدادي ارضيه لكتابة هذه الرواية وجدت الكثير من التصريحات، الفيديوهات، مقالات، ويمكن حتى أحداث هذه أحداث 20 يوم بالضبط، وجدت حتى في نصوص أدبية، وقد أشرت إلى نص واحد منها ألا هو نص الأستاذ أحمد المديني الذي دمج أدمجها في روايته رجال الدار البيضاء، وانا متاكد ان لها تداعيات اخرى في كتابات بالفرنسيه، وخاصه كتاب دريس كسيكس الذي غاب عني اسمه في هذه اللحظه بالدستور، ولكن من كتبه الاخيره التي تتكلم على الدار البيضاء. فقلت طبعا من تاريخ 1981 يعني كتبان بانها في ارتباط بحدث تاريخي، مع انه مربع الغرباء يمكن ما كيعنيش حاجه كثيره، ويعني لاي قارئ يمكن ما كيعنيش حاجه كثيره لاي قارئ. وانا غادي نشرح شنو هو اللي خلاني نختار هذا العنوان يعني في فترة الكتابة. قلت عندها علاقة يعني من زاوية تاريخية، ولكن اللي بغيت نشير له انها عندها علاقة أكثر يمكن بالذاكرة. ما معنى عندها علاقة بالذاكرة أكثر؟ لأنه رواية لا تبحث ولا توثق ولا تدخل في التفاصيل الحدثية لما جرى في تاريخ 20 يوليو، وكان يوم سبت في مدينة الدار البيضاء، من تظاهر وتقتيل إلى آخره، لا تدخل في تلك التفاصيل، لأن هذا عمل إذا بغى يقوم به الواحد يتطلب منه أن يكون أولا وقبل كل شيء مؤرخا وإلى جانب التاريخ أن يكون موضوعيا في البحث في تلك الوقائع، مؤرخ أو يمكن يكون شخص آخر يعني سياسي أو كذا، ولكن على مستوى الكتابة الروائية الرواية لا يمكن أن تقوم مقام فنون وأجناس أو علوم أخرى. يعني في هذه الحالة واخا هناك اعتقاد شائع بين الناس أنه اللي كيتكلم شي حاجة كنعرفوها وقائع تاريخية اجتماعية سياسية إلا وهو
يعني يحاول أن يكتب الوثيقة أو يوثق أو يؤرخ أو يستفيد من أوضاع وأحداث تلك الوقائع التي يتكلم عنها، وهو واقعة واحدة. قلت له علاقة بالذاكرة لأنه في نهاية الأمر ملي أنا حاولت نكتب على الأحداث ديال 20 يونيو يعني كتبت على واحد ما بقي، يمكن نقول ما بقي من تلك الأحداث يعني في الحافظة اللي يمكن نسميها التاريخية الجماعية للمغاربة. وهذه الحافظة يمكن يكونوا احنا كأفراد، يمكن الكثير منا وخاصة الأجيال اللاحقة يمكن تكون ساتها، ولكن الحافظة موجودة أيضا في الورق أو في الأوراق، موجودة أيضا في الفيديوهات، موجودة أيضا في مآسي عائلات الضحايا الذين منذ ذلك التاريخ بقوا على حلم أن منهم أن يعود الفقيد، ومنهم من يطالب بأن اش كيقولوا إنصاف الضحية إلى آخره. فهذا هو الموضوع الأساسي هنا بالنسبة لي، هو هل الذاكرة اللي مرتبطة بالحافظة، الحافظة اللي عندها واحد العدد من التجليات في الورق في الفيديوهات يمكن حتى في خطابات الناس وأحاديثهم، علاش؟ وحتى في ذاكرة من كانوا في تلك المرحلة صغارا وشاهدوا عندي وقد استفدت منه، هو واحد الشاهد اللي كان في فترة صغير ولكن الآن عنده 60 سنة وما زال يذكر تلك الوقائع، وهناك الكثيرين ممن يذكرون تلك الوقائع. وأنا أتبثت في نهاية الرواية واحد وثيقة صغيرة ديال واحد مناضل شخص اللي اعتقل في تلك الفترة، كان شاب وقضى فترة من السنوات، ولكن اللي خرج يعني فقد التركيز ديالو بالوجود، فقد عقله ولا فقد التركيز ديالو بالوجود، وعاش واحد التجربة في البصرة حتى أنه استفاد من تعويض ما، ولكن هذا التعويض داوه ليه وكان عايش غير حتى توفي في الفترة الأخيرة، نظن توفي في 22. فهذا مظهر لمأساة جماعية كانت كبيرة في مرحلتها واستمرت بأشكال مختلفة في الذاكرة الفردية والجماعية الأفراد، وطبعا في ذاكرة أخرى لم تستمر، هذه مسألة منطقية وطبيعية لاعتبارات أيضا يجب البحث فيها. لماذا لم تستمر الذاكرة؟ لماذا لم توثق بالمعنى الحقيقي الذي كان من ناحية تاريخية الذي كان يجب أن توثق به، لأنها فصل من فصول النضال الشعبي المغربي في مرحلة معينة من تطوره التاريخي ومن البارح. واحد ما كندوش على فترات حماية ولا البارح. علاش؟ اللي هو تاريخ تطور سياسي واجتماعي متناقض، مراحل تاريخية مختلفة من تاريخ المغرب منذ الاستقلال. واخا كانت الانتخابات في 70 وبغيت البرلمان يعني لم تحظى بالقبول، وانتخابات صويت عليها بيضا من طرف المنخفض الوطني الديمقراطي الى اخره، دونك حتى وصلنا ل 76 77 فاش كانت اول انتخابات البلديه الجماعيه في 76 وانتخابات البرلمانيه في 77. هذه الفكره جديده وغير مسبوقه، ولكن اللي مهم فيها بالنسبه لي جات باش تحاول ماشي تناقش، باش تحاول في مختلف المراحل التي قطعها تاريخ المغرب منذ الاستقلال، لانه هذا الشيء ديال الانصاف والمصالحه التاريخ ديالو الفعلي هو من 56، هذا ما يسمى بسنوات الرصاص، راه من 56 99، يعني من استقلال المغرب حسن الثاني جاء في 62 61 وتوفي في 69، الملك الحالي يعني في اطار المناقشات التي كانت حول فكره الانصاف والمصالحه قرر انه يذهب من 56 يعني تاريخ الاستقلال الى، ربما كان هذا توسيع المجال العام لحيث سنوات الى اخره مهم، لانه ادمج في هذا التوسيع في هذا النطاق ادمج حتى الصراعات التي كانت في 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 المراحل الاولى من بدايه الاستقلال في المغرب، وعلى مستوى الممارسه السياسيه
القمعيه نقولوا ادمج حتى مثلا ضرب ريشه وكذا اللي ما كانش ممكن لو مثلا دار من قبل التاريخ تحدد شي تاريخ بعدي ما كانش ممكن يدخل يعني اوضاع استثنائيه عاشها المغرب وعاشها المغاربه وعاشها مناضلون في تلك المرحله عاشتها نقولوا الجماهير الشعبيه التي يعني كانت تتفاعل مع ديناميه سياسيه واجتماعيه واقتصاديه معروفه في تلك المرحله. فاذا الهيئه هيئه الانصاف والمصالحه جات باش من ناحيه تكلم على هذا الشيء لخصوا تبين بعض الجوانب ديالو انا ما كندافع ما كنزكي ما كننتقد ولكن هذه الفكره اللي كانت في الافهام وفي الوعي ديال الناس اللي اشتغلوا على هذا الملف بين قوسين انا كنت مريض ديك الساعه ما كنت عندي علاقه بالموضوع فتلخص وتشرح ولكن ايضا توحي بوعي اساسي يجب او كان يجب ان يكون وعيا ديمقراطيا باهميه المصالحه في تطور المجتمع نحو وأن لا يتكرر ما عرف في التاريخ من تجاوزات وأوضاع استثنائية يمكن اسمحوا لي على هذه القضية يمكن تختلف معي اللي فكر فيها هو السلطة نفسها هي اللي فكرت فيها ولكن السلطة بشو معنى السلطة الجديدة التي جاءت في إطار انتقال الملك يعني في 2000 لقينا راسنا أمام واحد يمكن نقول من جهة الألفية الثالثة أنا بغيت نكتب بأسلوب الرواية بغيت نكتب بهذا الموضوع رواية ماشي بحث لا تاريخي ولا سياسي ولا غيره بغيت نقول وعندما نقول بأن الأمر يتصل ويرتبط بالكتابة نعني مجموعة من الأمور التي هي من صميم وصلب الكتابة نفسها المسألة الأولى أنه الكتابة واخد ديما كنقول هذا الهضرة الكتابة ماشي عندها قواعد عندها إكرام كما كنسميو بكري الناس اللي كيكتبوا كنسميو بها على صناعة الكتابة صناعة يعني ولكن الكتابة عموما واللغة عندها واحد الإكراهات ديالها عندها واحد منها فيها التركيب فيها النحو الصرف والى اخره والجمله الفعليه مع ان قراءه الاستاذ المسعودي طبعا وكلمه الاستاذ عبد القادر الشامي اكيد ستستفز شهيتنا للقراءه قراءه الروايه في الروايه انا لم تقرا بعد اظن ولكن هذا لا يمنعني ان اطلب من الاستاذ الشامي اسمح لي يا شيخ ابي هاي هاي